السلام عليكم ورحمة الله، طلبة وطلبات الصف الرابع، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الجغرافيا وبعنوان الميناء البحري والميناء الجوي. بنتكلم عن الميناء البحري من حيث تعريفه، يعني إيه ميناء بحري وأنواعه وأهميته. الميناء البحري هو المكان الذي ترسو فيه السفن، مكان مغمور بالمياه، اللي هو بيبقى مكان كده بيقف عنده السفن بتنقل بضائع وبتنزل بضائع وبتنقل مسافرين، يبقى هو ميناء. هو الميناء البحري، الميناء البحري هو مكان ترسو فيه السفن، تقف بجانبه السفن، هو حوض مغمور بمياه البحر ترسو فيه السفن، وبيبقى يسمى المكان ده بيسمى أرصفة بحرية. الأرصفة البحرية دي بيبقى عليها مكاتب ومباني للخدمات، وبيبقى عليها مخازن للبضائع والوقود. يبقى احنا عرفنا ما المقصود بالميناء البحري. طيب انواع الموانئ البحريه، عندنا موانئ البحريه انواع. ايه هي الموانئ البحريه انواعها؟ موانئ للتصدير والتوريد البضائع، الاستيراد والتصدير، تبادل تجاري. طب ايه تاني؟ اللي هي نقل المسافرين، بيسافروا لجميع انحاء العالم او من المناطق الداخليه الليبيه، داخل المدن الليبيه اللي موجوده على ساحل البحر المتوسط. يبقى انواع الموانئ البحريه مناطق للتوريد والتوريد والتصدير ونقل المسافرين. طيب من امثله الموانئ البحريه، عندنا تخصصات في الموانئ البحريه، في موانئ بتنقل بضائع، وفي مناطق، في موانئ بتصيد الاسماك، وفي مناطق موانئ بتصدر نفط. عندنا من امثله الموانئ التي اللي بتنقل النفط، عندنا ميناء البريقة وميناء الحريقة وميناء رأس الأنوف. الثلاث مواني دول بتصدر نفط للبلاد الأخرى، للبلاد إيه الأخرى. يبقى أنواع الموانئ البحرية للتصدير وتوريد البضائع والمسافرين، عندنا موانئ للموانئ، قلنا موانئ النفط، والموانئ لصيد الأسماك زي ميناء سبراطة والخمس وزوارة وطبرق. ديت أنواع الموانئ اللي بنصطاد منها أسماك، اللي بنصطاد منها أسماك، طبرق وزوارة وسبراطة والخمس. عندنا موانئ اللي هي العامة اللي بتصدر وبتورد بضائع أو نقل مسافرين، زي إيه؟ زي الميناء طرابلس، ميناء طرابلس، ميناء بنغازي، ميناء درنة، ميناء طرابلس، ميناء بنغازي، ميناء درنة، وميناء الخمس، وميناء الخمس. يبقى عرفنا الموانئ فيها تخصصات وفيها أنواع. طيب أهمية الموانئ البحرية ديت، الموانئ البحرية دي بتعمل إيه أهميتها؟ احنا قلنا انواعها، من انواعها كده نجيب الايه الاهميه بتاعتها، بتنقل مسافرين، وايه تاني؟ وطبرق. طيب الموانئ البحريه، الموانئ البحريه اللي هي اهميه الموانئ البحريه اللي هي منافذ، عباره عن منافذ، منافذ بحريه، منافذ بحريه تنقل البضائع والمسافرين بين المدن الليبية والعالم الخارجي. دي أهميتها، دي أهمية الموانئ البحرية. طب هنتكلم بقى عن الميناء الجوي. الميناء الجوي هو المكان اللي بتقلع منه الطائرات وبتقف فيه الطائرات، يعني الميناء الجوي ده اللي هو المطار، اللي بنقول عليه المطار، مكان بتقف فيه الطائرات وتقلع منه، اللي هو بنقول عليه المطار. طب أنواعه، عندي المطارات الكبيرة والمطارات الصغيرة. يبقى أنواعه مطارات كبيرة ومطارات صغيرة. طيب المطارات الكبيرة دي بيبقى فيها طائرات عملاقة وكبيرة، زي المطارات اللي هي الموجودة في ليبيا، زي مطار طرابلس الدولي ومطار بنغازي، وبرضك في مطارات في الوطن العربي زي مطار القاهرة الدولي ومطار دمشق ومطار قرطاج ومطار الدار البيضاء. دي مطارات كبيرة. طب المطارات الصغيرة، المطارات الصغيرة بتبقى فيها طائرات صغيرة بتنقل البضائع والمسافرين بين المدن وبعضها داخل الأراضي الليبية أو داخل أراضي أي دولة. طيب من أمثلة المطارات الصغيرة، عندنا مطار اسمه مطار غدامس في ليبيا، مطار غدامس، مطار غدامس ومطار الجفرة، مطار غدامس ومطار الجفرة، دي من أمثلة المطارات الصغيرة، مطار غدامس ومطار الجفرة.
طب اهميه المطارات، اهميه المطارات دي بتعتبر المطارات والطائرات من اسرع وسائل النقل الحديثه، اسرع تعتبر من اسرع وسائل النقل الحديثه في نقل البضائع والمسافرين. طب ليه بتعتبر من اسرع وسائل النقل الحديثه؟ لانها بتنقل البضائع والمسافرين باسرع وقت واقل جهد، باسرع وقت، اسرع وقت واقل جهد. يبقى ليه تعتبر وسائل المواصلات اللي هي المطارات او الطائرات من اسرع وسائل، من اسرع وسائل النقل الحديثه؟ لانها بتنقل البضائع والمسافرين باسرع وقت واقل جهد. هنكتب الواجب سين واحد اكمل نقط مكان تقف فيه الطائرات وتقلع منهم، سين اثنين أهمية، أذكر أهمية الموانئ الميناء البحري والميناء الجوي. كده يبقى الدرس بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.